يديك قدموا بك ذاتي بجملتها وكل ما أنا حاصل عليه آمين. Yeah.
وأثبت أنا فيه، وكما أنا أحيا بالأرض
الحي الذي أرسلني، فكذلك يحيى بمن يأكل جسدي. في الروح هو الذي يحيى، وأما الجسد فلا نفع منه. والكلام الذي كلمتكم به هو روح وحياة. آمين. Nefsi.
Thank you.
الكلمات قليلة عبروا عن محبتهم وفرحهم الكبير أنه اليوم راح يتناولوا الخبز والخمر اللي يمثل اتحاد شراكة مع ربنا يسوع المسيح من محبتهم ليسوع المسيح. فهذه النقطة الأساسية اللي ننتبه عليها في حياتنا. ليش ما نقدر نحافظ على النقاء الصدق والأمانة اللي موجودة بداخلنا؟ إذا إحنا عندنا الكنز، إذا إحنا نعيش اللحظات، ليش ننسى اللحظات؟ هذا سؤال أكيد للكبار عندنا مفروض نتأمل ونتعلم من الأصغر لأن يعني كثير مرات الحكمة تكون بهالأعمار، لأن الأعمار نظيفة وصادقة وتحب من كل قلب. فهذه هي الرسالة اليوم اللي أوجهها لكل واحد منكم ليكون الأب والأم الأهل حجر عصا في طريق أولادهم. لأن من خلال خبرتي أن الأب والأم من خلال مشاعرهم الحياة أو نسب الأيام اللي عاشوها الأيام الإيمانية اللي كان أقوى الاتحاد الحقيقي مع يسوع المسيح أو ما اختبروه أيضا من خلال يعود لمن علمهم تعليم المسيح ولمن أرضاهم ما نقع بنفس الخطأ، ما نكون حجر عثرة بطريق أولادنا، لأن كثير من الأهل هم اللي ما يشجعوا أولادهم يتناولوا الإبخارسية. أتمنى أنه نصلي باستمرار للجميع حتى ربنا يهديهم، ربنا يحفظهم، ربنا يعطيهم الصحة والعافية وتزدهر العالم أكيد أن يكون بأكثر ناس مؤمنين بيسوع المسيح. لأن الوحيد اللي راح يخلص العالم اللي يعيش فيه من حروب، من أوبئة، من أمراض ويعطي معنى هو الإيمان بيسوع المسيح. فنستمر في صلاتنا كي ربنا ينتزع من العالم كل الشرور ومن أمراض وحروب ويحل السلام في أوروبا وفي شرقنا الحبيب. وأيضا نطلب الرحمة لجميع موتانا والشفاء لجميع مرضانا وأكيد يكون منطلق أن نصلي من أجل نوايا خاصة. صلوا لجميعنا. Ich bekenne Gott, den Allmächtigen und dir, Vater, weil ich in Gedanken, Worten und Taten und durch Nachlässigkeit so viel gesündigt habe. Meine Sünde ist eine sehr große Sünde. Amen. أتؤمنون بالله الآب الضارب الكل خالق السماء والأرض؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بيسوع المسيح الابن الوحيد الذي ولد من مريم العذراء وتألم ومات عن خطايانا وقام ليقيمنا معه؟ نعم نؤمن. أتؤمنون بالروح القدس وبالكنيسة الجامعة المقدسة الرسولية وبشركة القديسين وبمغفرة الخطايا وبقيامة الأجساد وبالحياة الأبدية؟ ولأننا قد مت مع المسيح وقمنا معه لحياة جديدة أتعدون أن نحيا من أجل الله وحده طيلة حياته أوفياء لتعليم أمنا الكنيسة المقدسة متكئين على نعمة الله التي تقوينا وعلى صلوات أمنا العذراء الطاهرة مريم وجميع ملائكة الله وقديسيه
من قوة القلب وقداسة النفس والجسد ونرفع إليك الحمد والشكر. Thank you.
وعفو عن الكثيرين لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. آمين. هكذا الكأس بعدما تعشى وإذ مزج الخمر بالماء وشكر وبارك وقدس وشرب منه وأعطى تلاميذه قائلا: اشربوا كلكم، هذا هو دمي للعهد الجديد الذي يراق عنكم وعن الكثيرين لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. وأكمل حديثه قائلا: كلما أكلتم هذا الخبز وشربتم هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي حتى مجيئي. Show.
إسمائنا وتجمعنا في كنيستك، لأنك تثق بنا نحن العطاش إلى كلامك والجياع إلى جسدك. امنحنا نعمتك لنعمل بتفاني وروح المسؤولية، ساعينا إلى بناء عالم يسوده الحب والسلام. أعطنا يا رب أن نؤمن بأن روحك يسكن فينا وبه نكتشف علامات حضورك في العالم، وأن روحك يخلق فينا كل شيء جديد ويؤهلنا لتجديد وجه الأرض. إلى الرب نطلب.
موسى يا معبد إشرم شيحة أنا كمهنة كل لبي أعيد الحقك بعد قربان فديشة دحا دخلخ أذى لخمة وتشاتخ أذى خمرة ديلي سر رابا تشخلخ لدها أهو لسر قربان فديشة. جسد ربنا يسوع المسيح لمغفرة الخطايا والحياة الأبدية. Thank you.
جسد ربنا يسوع جسد ربنا يسوع جسد ربنا يسوع جسد ربنا يسوع جسد ربنا
أهل الشكر شكراً يا ماري تغزالوا خزاني لوثي دون وكريهاكم بسمتي دون وفقيركم عددي أتينا تخبر أن تعرف يا آلهي إن لكم توازاتكم وزتني التي إلا تقال شموخ عدي شرشبان إلا ترحمتي يوخل أبد آمين. Jesus, ich verbeuge mich vor dir, du, der unsere Sünden getragen hat, für die Erlösung der Menschen. Ich schenke dir meine geborene Seele, nimm diese Wolke als Zeichen unserer neuen Hand. Fälle nach Hacke. Herr, mein Erlöser, du hast mir deine unendliche Liebe geschenkt, durch die du mich stärkst. Mein Herr, ich liebe dich aus ganzem Herzen. Lass mich durch deine Liebe lieben und sterben. Oh,
فليغفر الثالوث الأقدس ذنوبكم. آمين. وليصبح عند اللاتكم. آمين. وليشفي مرضاكم. آمين. وليرح نفوس أمواتكم. آمين. ولنفرح جميعا في هذا اليوم المميز لإخوتنا الأحبة. ونصلي من أجل بعضنا البعض. امضوا بسلام والكل مسرورون وسعيدون ونفرح معا. آمين. Thank you.
وإن اشتهر